رفع من عدد مهني الصحة تجسيدا للعناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة للعنصر البشري داخل القطاع ولما له من دور محوري في نجاح مشروع الدولة الاجتماعية. هكذا فقد أشرفنا على توقيع اتفاقية الإطار لرفع من عدد الموارد البشرية العاملة بالقطاع وإصلاح نظام التكوين والتكوين المستمر، وذلك بهدف تقليص العجز الحاصل في عدد الأطر الطبية ومهني الصحة. ونستهدف من خلال ذلك الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90,000 بحلول سنة 2025. غايتنا بذلك تجاوز عتبة 24 من مهني للصحة لكل 10,000 نسمة الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية في أفق رفعها إلى 45 مهني بحلول سنة 2030. كما سيتم إحداث 5500 منصب شغل جديد برسم قانون المالية لسنة 2024، وذلك بغرض مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية لا سيما الأطر الطبية والشبه الطبية. وبذلك تكون الحكومة منذ تنصيبها قد أحدثت ما مجموعه 16,500 منصب مالي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.